الو مساء الخير يا فندم، معاك حازم، كان اي هيلب يو؟ اه يا فندم مفيش مشكله، امورني تمام. سبايسي ولا حراق؟ ميديوم ولا وسط؟ كان ولا ماشين؟ اوكي. تحب البطاطس عاديه ولا على شكل نجوم مبتسمه؟ اه طب تحب العيش عادي ولا على هيئه وشوش منفعله؟ طب تحب المشروب عادي ولا في شكل انهار منفجره؟ تحت امرك يا فندم. البطاطس اكسترا تشيز، العيش اكسترا دقيق، الكولا اكسترا غازات. اوكي يا فندم، ميرسي قوي، شكرا لذوق حضرتك. شكرا شكرا. لا لا يا فندم ميرسي، مفيش داعي للشتيمه، ده شغلي. ميرسي جدا يا فندم، مع السلامه. مع السلامه. الو يا فندم مساء الخير، معاك حازم، كان اي هيلب يو؟ ايوه يا عين امك، يو ماست هيلب مي. عايزك تلم مراتك دي شويه، تشكمها، تحجمها، تفهمها ان امك هي الكل في الكل. ماما ماما ماما، انت بتتصل بيا على الهوت لاين يا ماما؟ معقوله ماما؟ ده رقم الطلبات، هحولك على رقم الشكاوي. ثانيه واحده. الله، امال يعني اكلمك فين؟ هو انت عمرك بترد على تليفون؟ ماما انا اكل عيش ارد على تليفونات. كلمتك وما ردتش. على نفس الرقم؟ على نفس الرقم يا فندم؟ هو انا حيلتي غير الرقم ده يا موكوس؟ امور يا فندم. طيب طلب حضرتك ايه بالظبط؟ تديها كلمتين في جنابها، مراتك البارده دي. بارده؟ حاضر يا ماما، حاضر. هي البيتزا هتبقى، لا البيتزا هتبقى سخنه، وان شاء الله يعني بالنسبه لجنابها انا هنديها في جنابها، هنديها في جنابها، هتبقى ستافت كراست. اه نظبط لها جنابها، حاضر خالص ان شاء الله. طب شكرا يا فندم على اتصالك. اه يا ميلي بختياني، يا حظك المنيل يا سهير. ما انا لو كنت جبت لي حته بيت كان زمانها دلوقتي بقت عكازي، مش الصبيان اللي اول ما يتجوزوا يسيبوا امهم ويروحوا ماشيين. يا ماما ماشيين؟ ماشيين فين؟ احنا ساكنين في الشقه اللي فوقيكي. ماشيين اوكي يا فندم، ماشيين اوكي، يعني مش كان. ما انا لو كان عندي راجل ما كانش بقى ده حالي. افنيت زهرة شبابي عليكم من ساعه المرحوم ما مات. شوف بقالي قد ايه دلوقت؟ من 30 ل 40 دقيقة يا فندم، من 30 ل 40 دقيقة والاوردر يكون عند حضرتك ان شاء الله. هتكلمها؟ حاضر يا فندم. هتشكمها؟ من عينيا يا فندم. وما تنساش تحجمها. لا اوكي يا فندم، تحت امر حضرتك. اوكي. لا تمام يا فندم، شكرا، ميرسي قوي، شكرا على اتصالك، باي باي. الو مساء الخير يا فندم، معاك حازم، كان اي هيلب يو؟ ايوه حازم، هيلب مي لو سمحت، هيلب مي. هبه ايه يا اخوانا، في ايه؟ انت بتتصلي بيا برضو على نفس الرقم ده؟ معقوله؟ انا نفس الرقم يا فندم، البيانات متسجله عليه مش كده؟ انا الصوت واضح معايا كده؟ ايه يعني لما اكلمك على رقم الشغل؟ ما كل الستات بتتكلم من جوازها على تليفون الشغل وعادي. عادي مش سبايسي. اوكي يا فندم، العادي طبعا بيبقى الطف كتير، ذوق حضرتك ممتاز. امك كانت مصممه انها تاكل الولد من الرز اللي هي عاملاه، وانا جيت ادوق الرز لقيته كله بهارات وقرفه. وانت من ايام الخطوبه كنت قايل لي ايه؟ قلت لك لما تلاقي ماما حاطه قرفه على الرز اعرفي انها بتداري على جريمه. وايه كمان؟ وان الرز ده بيبقى معمول من وانا في الاعداديه ومتقيف ومتسخن. ونصحتني بايه؟ انك تقاومي وترفضي باي ثمن وباي شكل انك تاكليه. ليه؟ لان الرز ده من الحفريات، انا عارف. وهو ده اللي انا عملته بالظبط، قلت لها شكرا يا طنط واحنا خلاص متغدين. طيب خطه في منتهى الذكاء. قفشت وطلبت معاها ان هي تشربنا الفراوله اللي في الفريزر. الفراوله، انا اوعى عليها في نفس الفريزر نفس الفراوله من وانا في الاعداديه سنه 82. ما 82 يا فندم. 82 البطل احمد عبد العزيز. طب تأمري بحاجه تانية؟ شكرا. هي قفشت بقى كده وقالت لي هتشربي الفراوله، يعني هتشربي الفراوله. طب معلش استني معايا اوردر. يا فندم مساء الخير، هتشربي الفراوله؟ مش هشرب الفراوله، انا عايزه اعيش واربي عيالي على فكره. قرفانه يا اختي. ده كده مش كول سنتر، ده كده استوديو تحليلي. مالها الفراوله؟ مش هشرب الفراوله، انا بخاف ماما. بخاف من الفراوله. ماما مش لازم يا ماما، يعني شربيها صلصه. يعني اي حاجه تانية. ده انا عصرها بايدي. ما هي المشكله انها بايدك، ده معناه ان انت عصرها من قبل ما يخترعوا الخلاط يا ماما. على فكره بقى يا طنط، البوفتيك بتاعك النهارده كان بيشد وكان مقدد. اسم الله عليكي يا ابله نظيره، حش حش يا اختي، طبيخك اللي زي الفل اللي ما حصلش
ده من يوم الواد ما اتجوزك وهو وشه بقى قد اللقمه. ما قدش الواد يا شيخه، حرام عليك. سامع مامتك يا حازم؟ حازم لم مراتك. بقول لكم ايه، مساء الخير يا فندم، حازم معاكم. يعني انا لازم اهلب يو. احب حضرتك تسمع العرض الجديد بتاع الشاطر والمشطور الشاي ده يا فندم. عباره عن شاطر ومشطور وبينهم زفت طازج، معاه كميات مهوله من المايونيز الملزق الدسم والخس الدبلان الفريش، ومعاه رز بالقرفه من ايام الاحتلال وفراوله منتهيه الصلاحيه. راجع مع حضرتك البيانات عشان اجراءات الطلاق، ولاد له الفراوله عليا وولع في نفسي واخلص. شكرا لاتصالكم يا فندم، ونتمنى لكم وجبه سعيده بقى.